احنا اليوم جينا في اطار مسيره المقاومه ضد سياسه تهميش قطاع الصحه العموميه واللي تجسد اخيرا عبر قانون الاستعباد، قانون العمل الاجباري عدد 38 لسنه 2013 واللي تم اتخاذه بصفه مسبقة ولغايات انتخابيه. السلطه تريد مع ضمان مستقبل انتخابي على حساب الاطباء وعلى حساب الشعب، نظرا لانه القانون هذا مش يساهم في انهيار قطاع الصحه العموميه، لانه كما نعرف الناس كل اي قطاع فيه ناس تخدم بالجبر مردوديتها مش تكون صفر، ولن تدافع عن هذا القطاع وبالتالي هذا القطاع سينهار، والمستفيد الوحيد هم الناس اللي تجروا بصحه المواطنين وليس الناس اللي واقفين اليوم قدامك وتشوف فيهم يدافعوا على قطاع الصحه العموميه ويريدوا تقديم خدمه صحيه راقيه. هذاك علاش اليوم جايين يحتجوا، مقاطعين اختيار التربصات، مستعدين للاضراب ابتداء من 2 جانفي، مستمرين في مسيرتنا ولا تغيير الشواء في وزاره الصحه في خطوه يريد منها عبد اللطيف المكي ترهيبنا، سيثنينا عن ذلك، ولا التهديدات ستثنينا، ولا التشويهات ستثنينا، ولا التحريضات التي يقوم بها هذا الوزير من بلاتو لبلاتو يوميا لتحريض المواطنين ضد الاطباء ولتخوين الاطباء ستثنينا عن ذلك. ونحب نذكر السيد هذايا اللي وقت تونس كانت محتاجه بالحق لشكون يوقف ولشكون يعالج الجرحى ولشكون يعالج المرضى، كانوا الاطباء الداخلين والمقيمين مرابطين في المستشفيات، في حين انه بعض المسؤولين لم نقل كلهم كانوا ساكنين في البيوت او كانوا خارج ترابط الوطني جمله معناتها. سيد الوزير، انا راني اليوم ما جيتش كان باش نرفض القانون هذايا اللي ما يجيب حتى حلول جذريه للاوضاع الصحيه في المناطق الداخليه، وانما جيت اليوم باش نطالبوا ونقولوا وينهم اصلاحات المنظومه الصحيه؟ اش قعدت تعمل فيهم العامين هذوما؟ وينهم الاصلاحات الجذريه في عود هالقوانين هذايا؟ بالنصيحه طبيب يداوي بالنصيحه، اليوم الناس اختاروا معناتها ريزيدون مش اختاروا استجم تاخذ معناتها توا قاعدين نعملوا في حاجه تاريخيه اللي عمرها ما صارت في تونس، وتوا وقت نشوف الناس كلها هنا مرموميل كلهم رافضين اللي يعملوا الشوا بتاعهم، ما تم منع حتى حد، هما بمهد ارادتهم خرجوا تدخلوا معناتها احنا لهنا لازم نقولوا حتى توا ناجحين في الحكايه. احنا اعترضوا على مشروع قانون 38 على خاطره يجبر اطباء باش يخدموا يصيف عليهم هيك الصحه العموميه، وهذا حل عمره ما باش يقدم مناطق الداخليه، عمره ما هو باش يكون به، باش نقعدوا معناتها المناطق الداخليه يرميهم طبه بفاسون تومبوغيغ ما يحسنوش قطاع الصحه، دونك احنا توا نحبوا نلقى حلول جذريه، الحلول اللي تكون معناتها مشتركه بين الممثلين الكل نتاع الصحه، كو سوا لي زانتيغ، لي ريزيدون، لي زيكستيغ، لي زوبيتال ستيرو يونيفرسيتيغ، اطباء الصحه العموميه، الباراميديكال، كلهم بعضهم يلقاو حل باش يقدم الحق نتاع الصحه.